السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح و شام چار دعائیں ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو, جو ان چار دعاؤں کو پڑھے گا, آپ کی سات نسلیں کبھی بھی کسی کی محتاج نہ ہوں گی. وہ دعائیں یہ ہیں: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو, عليه توكلت, وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, وهو على كل شيء قدير. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.